مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ مرحبا كريبي، عليك رؤية هذا، إنه شريط لسرايفن المصنوع لكل من يحب الوحوش ومصاصي الدماء والمحامين وكائنات الليل الأخرى، شاهدته طوال الليل، خذيه. أجل، لسرايفن المخرج المفضل لدى والدي، سأشاهده هذا المساء. مرحبا كريبي، يبدو أن ثمة حفلة، نحب لسرايفن، سنكون حاضرتين. لا، لن تحضرا. ويندي وواندا، ماذا تفعلان هنا؟ العم فيني أخبرنا أنك هنا وأن نتسكع معك. إلى من تتحدثين؟ إنهما مجرد زوج من الأقارب. أنت هنا؟ هذا يوم سعدك. بصفة منسقة حملة التبرع بالدم في مدرسة ميدلينغتون، طوعت كليكما لمساعدتي. أنتما ستوفران حتما خدمة قيمة جدا لمجتمعنا. سيكون الجميع حاضرين هناك بالإضافة إلى علامات إضافية. اذهبي أنت، تفكرين دوماً بالأمور المفيدة. حسناً، إذا كان يجب أن تمتص دماؤك فأقله هذا مكان لطيف للقيام بذلك. أظن أن العيادة في الأعلى هناك، بادج. يشبه هذا المكان القصور الموجودة في أفلام مصاصي الدماء، ونفس المؤثرات. لابد أنكما المتبرعان، أن المتطوعين من المدرسة للمساعدة في دماء. حلوى وعصير. صحيح، الأفضل أن تنسى أفلام الرعب بادج. اتبعاني أيها الولدان. هندسة معمارية رهيبة. يبدو هذا جيدا. انظري هناك، انظري هناك، انظري. جدار جميل. ألم تشاهدي هذا؟ أمر غريب، كانت هاتان الجرتان مليئتين منذ قليل. مرحبا أيتها الممرضة غوند، والآن هذا هو المكان حيث نستخرج الهبات. يشعرني هذا المكان بالسوء. شاهدت آلة كهذه في فيلم لمصاصي الدماء. هو يشبه الضحية الأولى في الفيلم الذي شاهدته. هل سمعت هذا الصوت؟ إنه يشبه صوت. هل شاهد أحدكم عربة الدم في الرواق؟ جيد، أنتما هنا، ستكونان مسؤولين عن المؤونة. سأخزن جرار الدم الصغيرة والجميلة هذه في مكان بارد. شكرا أيتها الممرضة، إنها رائعة وتعمل هنا منذ زمن طويل. أجل، يبدو عليها ذلك، يثير هذا المكان خوفي من دون إهانة. أه؟
انظري، ظل ضخم مخيف. ربما يجدر بك أن تشاهد فيلماً هزلياً هذا المساء. لم يصدق الرجل في فيلم مصاصي دماء الليل أيضاً. ها نحن، علبة عصير بارد لطيف. ساعدوني. يبدو أننا سنحتاج للمزيد من العصير والحلوى. العلامات الإضافية لا تنمو على الأشجار. لم ينم باج طوال الليل وكان يدرس. سأذهب. لا بأس لا بأس، أنا بخير. أنذهب كلانا؟ اتبع الأسهم المرمزة بالألوان. من زين هذا المكان؟ إنه محبط وأنا لا أحبذ هذا الأسلوب. كيف حالك يا عزيزتي؟ مرحبا أيتها الممرضة. ثمة أمر غريب يجري هنا، ألا تظن ذلك؟ باج، أيمكنك مساعدتي؟ باج، هذه ثقيلة. باج. تماما كما في فيلم Invisible Boy 4. هذا أمر غريب حقا، ما خطب الدماء المفقودة هنا؟ ظننت أنه يفترض بهذا أن يكون حملة تبرع بالدم. هاي كريس أليس، هل باج هو برفقتك؟ ليس هناك كريس أليس ولا متبرعون ولا دماء. ثمة أحد هنا؟ باج؟ كريس أليس؟ فارغة. أبي؟ لكن ماذا تفعل هنا؟ كريبيلا، أخبرتني والدتك أنك هنا. أوه، تعجبني الزينة في هذا المكان كثيراً. بأي حال، طرأ لي أننا قد نشاهد فيلم ليس ريفن. بما أن نسيبتيك في البلدة، علينا الإسراع. بالتأكيد ويندي وواندا، كنت أعرف. عما تتحدثين؟ يسرق أحد ما الدماء في هذا المكان من دون ذكر الأشخاص. لما قد تلقين اللوم على ويندي وواندا؟ ماذا أقول دوما؟ لا تهاجمي إذا كنت لا تملكين كافة الوقائع. إنهما تترصدان هنا في مكان ما، وإذا وجدناهما فسنجد الدماء أيضا. هاي كريبي، أين كنت؟ كنا بانتظارك. علبة عصير؟ لكن ماذا تفعلان هنا؟ هذه الغرفة مثيرة للبهجة أكثر من الغرف الباقية، فنقلت الجميع إلى هنا. لا يمكننا مجادلة رب العمل. حسناً، الآن وقد وجدت أصدقائك، جل ما هو مفقود. نلت منكما، كنت واثقة أنكما سرقتا الدماء. ماذا قلتي؟ أوه، هذا ظلم كريبي. أجل، كيف يمكنك أن تتهمين كريبي؟ أنا أتحدث عن الدم، إنه مفقود وأنتما هنا بعوضتان أنثى. أقفلت القضية. أسأت فهمنا يا عزيزتي. تحولنا إلى نباتيتين نحتفي العصير. لكن إذا لم تأخذا الدم فمن فعل؟ لا أقصد الإهانة، لكن ماذا عن والدك؟ البعوض الذكر لا يشرب الدم بل الأنثى فقط. صحيح، لكن إذا لم تأخذيه ولم يأخذه ولم يأخذوه فمن فعل إذا؟ خفاش. نهرب؟ أهرب. العشاء قد غادر المبنى. هذا أمر مؤسف، أظن أننا سنتناول البقايا مجددا. كان هذا أمرا غريبا كما في أفلام مصاصي دماء دراكولا. ترى هل سنتمكن من الحصول على العلامة الإضافية؟
شكرا كريبي، لا يمكنني تصديق أنك شككت بأننا أخذنا التام. آسفة، لم يجدر بي أن ألقي اللوم عليكما من دون الحصول على الوقائع. لا بأس يا نسيبتي. تعالوا أيها الأولاد، سيبدأ عرض فيلم لاس ريفن الجديد بعد 10 دقائق، ومن يصل أخيرا سيكون الناتن. يبدو وكأنها حفلة. أتريد الحضور باج؟ باج؟ إذا لسعك الناموس لا تتأثر كثيراً، إن الأنثى فقط تلسع لتأخذ البروتينات المطلوبة لتغذية بيوضها، أما الذكر فيتغذى من السوائل التي تتضمن السكر، وإذا لم يتوفر الدم للأنثى تلجأ إلى السوائل أيضاً، لكنها تعرف الطعم الألذ.